دوري، عشان لسه عندي كمان ملف تاني مهم عايز اتكلم فيه، هو اليوم العالمي للتسامح. في استفسار مهم جدا عايز اطرحه، وحظ كويس ان معايا الاستاذ محمد صادق، راجل صحفي كبير جدا وبيغطي الاتحاد من سنين طويله جدا، وانا هطرح تساؤل مهم جدا النهارده بتاريخ 21 نوفمبر. فين جدول الدوري؟ ليه بطرح التساؤل ده؟ لان يوم 4 نوفمبر لجنه المسابقات من خلال الموقع الرسمي اعلنت مواعيد الجوله الرابعه والخامسه ومؤجلات الاسبوع الرابع والخامس والاسبوع السادس. وقال الاستاذ حسام الزنات رئيس لجنه المسابقات ان المرحله الثانيه مش هنعلن مواعيدها الا بعد اجراء قرعه دوري ابطال في قرعه الكونفدراليه، وهنعلن المواعيد يوم 12 نوفمبر. النهارده 21 نوفمبر، فعدى 9 ايام. قال المرحله الثالثه كمان اللي هي بعد شهر ديسمبر مش هنعلنها لغايه لما نشوف موقف كاس الامم الافريقيه للمحليين، لان ده ممكن يتضارب مع مواعيد الجوله الاخيره في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. اوكي، كاس الامم الافريقيه للمحليين اتحدد ميعادها خلاص في شهر ابريل، فده بعيد تماما عن الجوله الثانيه والثالثه اللي هتتلعب في فبراير ومارس. لكن انت قلت يوم 4 نوفمبر هعلن جدول الدوري يوم 12. النهارده 21، الاهلي هيبدا الاستعداد للجونه ومسافر عنده الجونه والنجم الساحلي 25 و29، يعني بعد اسبوع الاهلي ما يعرفش بعد اسبوع هيعمل ايه، هلعب مع مين وهلعب فين وامتى. لا ده مش الاهلي، ده كل الانديه في مصر كلها ما تعرفش تلعب بعد مع مين بعد الجوله السادسه. ده كويس، تساؤل. انت تساؤل مهم، ده تساؤل مهم جدا جدا. وهو احنا زي ما اتفقنا قبل كده انه كان يجب ان الاماكن المهمه والحساسه في اتحاد الكره او اللي هي يعني زي اللجان المهمه جدا زي لجنه المسابقات، كان يجب ان يكون من يتولاها لديه الخبرات الطويله في هذه القصه. ما ينفعش ان انا اخد حد متحمس او شاب كويس او له مستقبل كويس في التخطيط والكلام ده واجيبه رئيس لجنه مسابقات وهو مش هيقدر يدير المسابقه، ولو مشغول بحاجه تانية في لجنه، في ناس المفروض موظفين شغالين. لا ما هو انت طالما اتحطيت في المكان ده ورئيس لجنه مسابقات زي رئيس لجنه الحكام بالظبط، ما ينفعش انك تبقى مسؤول مشغول بحاجه تانية. ده هي دي مهمتك الاساسيه، جدول الدوري. وطالما انت طلعت واعلنت قلت يوم 12، يبقى يوم 12 لازم تحط برنامجك عشان ما نرجعش نلوم على الانديه بعد كده اللي هي بترفض المواعيد وترفض التعديلات وترفض كذا وبتاع. انت لو اعلنت يوم 12 فانت بتدي 15 16 يوم قبل ميعاد الناس ترتب برامجها التدريبيه، معسكراتها، اللعيبه، الاستشفاء، الكلام ده كله، تبقى انت عارف هتلعب ايه. لكن انت هتنقطني بقى من هنا ورايح اسبوع باسبوع، يعني هتيجي يوم 25 بعد بكره او بعد الهجوم اللي حصل عليه من وسائل الاعلام، هتيجي بعد يوم 25 تيجي اعلن الجوله السابعه، وبعد شويه تنام وترجع تعمل الجوله الثامنه، وهكذا هتنقطني بالجدول. ما ينفعش، ده الجدول ده لازم لغايه نهايه الدور الاول تعلنه بمواقيت. ايه حجتك؟ الامن ولا الملاعب ولا ايه بالظبط؟ اطلع وقول انا والله مش قادر احط الجدول عشان خاطر كذا وكذا وكذا. وطالما حدد ميعاد وهو حط اطار زمني لازم يلتزم. هو بس انا بعتقد ان هو الخبرات هي اللي بتفرق، ان هو كده الحاج عامر حسين ياما كان بيحط جدول، احنا اكتشفنا انه كان مقاتل، انه كان بيحط الجدول من اول فتره وبتاع وكلام. اي نعم كان تغييرات بتيجي، بس كان بتجيله التغييرات دي بالتليفون من رئيس الاتحاد، من غير رئيس الاتحاد، لا اجل الماتش ده، لا دخل ده مكان ده، لا هو ما كانش الراجل ليه ذنب في القصه دي، هو كان حاطط جدول. انا بتكلم عشان اللي جاي، عشان ما نكررش اخطاء اللي فاتت، وقلنا الشهر ده فتره ما فيش دوري عشان نبدا نرتب الامور من جديد. ما لكن انت عشان خاطر مباراه اللي جايه، مش اللي جاي بس، هو رئيس لجنه المسابقات هو قاعد خلاص كده، هو اللي انت عشان تدور على بديل دلوقتي مش كده. أنا بتكلم على الدوري نفسه. الدوري بالتأكيد. أنا عارف.